اللي ماسك الصفحات مع مرتضى منصور كان، لان ما بحبش اقول اسمه لانه ولد قذر يعني، ما رضيش يديهم الباسوردات بتاعت السوشيال ميديا ولا بتاعت التواصل الاجتماعي ولا الموقع، ومسيطر وزللهم ذل ما بعده ذل. وعرفت ان لما انا انفردت بالهيكلة والاسماء انه كان حاطينه اسمه على اساس انه ياخدوا منه الحاجات دي ويمشوها، لكن هو طلع اذكى منهم ما رضيش يدي اي حد اي حاجه. ايوه الحسابات دي مقفوله بتاعت الزمالك على ال مش مع حد غير مع الوده. ايوه بالظبط. بس هم بقى يعني المفروض يعني ياخدوا اجراءات سريعه بقى ويرجعوا حساباتهم وحاجتهم يعني. يعني ده شكوى صغيره يعني اللي ما بعث انت بنتي يرجعوا كل الباسوردات والحاجات بتاعتهم دي كلها يعني. بس انا ما اعرفش هم يعني في ملفات كده تحس ان هم مش عايزين يقربوا منها، مش فاضيين لها بتاع، رغم ان هي ملفات مهمه يعني. يعني ما ينفعش باسوردات وحاجات الحسابات الرسميه لنادي الزمالك تبقى بالشكل ده. افترضنا نزل اي حاجه مثلا تسيء مثلا لنادي الزمالك او اي نادي اخر او بتاع، هتبقى مشكله كبيره لان ده الحساب الرسمي يعني، فالكل متابعه والكل بينقل عنه. فلو اي حاجه مسيئه نزلت على الحساب الرسمي هتبقى مصيبه كبيره يعني. فده اصلا ملف مهم، ما تعرفش ان هم يعني راكنينه ليه، ساكتين عليه ليه، ما تعرفش يعني. ممكن يكون عندهم ملفات اهم من ده. يا بيه الواد نفسه هو اللي بيدير فيديوهات المعزول الزلنطحي حاليا، وهو اللي بيصورها له، وهو اللي بيشرف على مقاطعها. طب اقول لك على مصيبه، الواد ده كل ايراد اليوتيوب بتاع القناه وكل الايرادات بتاع السوشيال ميديا سارقها من اول يوم ما استلم فيه الحاجات دي لغايه دلوقتي. وانا بكلمك على معلومات، اتحدى ميزانيه الزمالك كلها قريتها، ما لقيتش فيها جنيه سوشيال ميديا جاي ولا جنيه يوتيوب. ايوه رغم انه السوشيال ميديا واليوتيوب اكيد جابت فلوس كتير يعني. جدا جدا تتحط في الميزانيه يا بيه، جدا 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 جدي يا جدي. يا ريت بس يعني اللجنه تاخد بالها وتبدا تتحرك يعني، تشوف حالها رايح فين وجاي منين. لا اللجنه هتعمل ايه؟ الواد مسيطر على الباسوردات، حتى لو اشتكوا هيعملوا له ايه؟ ما قدامهم. لا 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 هم ممكن، بصوا هم ممكن يعملوا حركه معلم ويساعدهم فيها جمهور الزمالك، يطلعوا بيان يكشفوا الواد ويفصلوه ويجيبوا سوشيال ميديا صح ويعملوا قناة جديدة ويقفلوا القناة دي ويعتبروها منتحلة لاسم دي. القرارات الثورية اللي تقدم الحرامية والقناة الجديدة. لا ما هو هيبقى خسر برضو المتابعين القدامى. يا عم الزمالك يجيب، يا عم الزمالك يجيب، يا عم الزمالك يجيب مليون، يا عم الزمالك يجيب مليون فانز ولا مليون. أيوة انا فاهم يجيب. انا قصدي ايه، قصدي ايه يا باشا، ان الموضوع ده واضح، ده شكوى صغيره يا باشا لمباحث الانترنت. اصل ده مش 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 صفحه خاصه ولا قناه خاصه، ده نادي الزمالك. فبالتالي انك انت ودي الحسابات الرسميه بتاعته في ثانيه يا باشا يتجاب ويتاخد الباسوردات ويتأدب ويتجازى على اللي هو عمله. اصل ده واحد مش سرق صفحه شخصيه بتاعت مهدي ولا بتاعت عبد الناصر ولا بتاعت ده واحد واخد الصفحات الرسميه بتاعت نادي الزمالك. لانه ممكن تحصل اي مصيبه في الصفحات دي، لو اي كلمه نزلت في الصفحات دي او على الحساب الرسمي تعمل مشكله كبيره. انت خلاص انت ده صفحه رسميه للنادي، مش اي هزار يعني. يا بيه قرصنه، يا عمل عليها قرصنه. عموما يا استاذ محمد ساعدنا بيك ونلتقيك في دردشه جديده باذن الله يا فندم. ماشي، بس خلي بالك قبل ما اسيبك، بدات دلوقتي المزامير تشتغل. ميدو سيعيد العلاقة ما بين البيراميدز والجماهير، وسيساعد بقوة إلى تحسين الصورة مع الإعلام. بس أنا عايز أقول للناس اللي بتكتب ده إن اللي عمله بيراميدز لا يقدر يصلح ميدو ولا بيدو ولا حتى عفريتو. شكرا يا حمادة، يعني بدأت المغازلة من الآن يعني.